طيب انت خايفة عائلتنا تعرف انك عم تحكي مع شب ووقتها تصير مشكلة كبيرة؟ مزبوط كلامي؟ لا لا لا، بصراحة انا قررت احكي مع رفيقتي اللي اسمها شفق، ووقتها رح اعرف اذا هي بتقبل اني كون كنتهم ولا لا. وهي القصة كلها. عن جد انت كتير ذكية، ليش خبرتيني بهالحقيقة؟ لأنك كتير لطيفة سامي، وأنا كان لازم أوضح سوء التفاهم بأسرع وقت ممكن. أنتي كنتي معصبة وأنا ما فيني شوفك معصبة ومتضايقة، وبصراحة أنا بحياتي ما فكرت بحمزة. بشو أحلف لك؟ شو بدك مني؟ رح أقلك، عمتي بتسمع منك، بس أنتي بس خليها بعيدة، بعيدة عن كل هالقصص. كيف؟ بس قليلي شو اسم هالشاب، بحكي لي عنه على القليلة شو كنيته. لا لا، أنا بترجاكي لا تحكي لحدا عنه بالمرة. وبعدين؟ هالوقحة قاعدة معك مرة تانية؟ وهلأ شو بدك من سامي؟ أنتي أساساً أخدتي كل شيء. أنا آسفة.